إن شاء الله راح نتكلم عن العصارات الهضمية الموجودة في الجهاز الهضمي والأعضاء الحيوية. راح نذكر بعض الأمثلة في هذا الدرس، مثل السوائل البيكربونيتية وهي تساعد في بلع الطعام أثناء المضغ. أيضا الإيميليز اللعابي يعمل على تحضير الكربوهيدرات النشويات لعملية الهضم. أيضا الإفرازات المعدية وهي الأحماض التي تمهد لهضم البروتين، كما تعمل على قتل أيضا نوع من أنواع البكتيريا الموجود. هذه بعض الأمثلة الموجودة في العصارات الهضمية وبعض الوظائف لها. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم أكثر.